حياكم الله من جديد. عادة ما يؤدي الإفراط في العمل إلى الإجهاد، لكن ماذا لو انتقلت تلك المهام الوظيفية أو خذيتها معك لبيتك بمعنى أدق؟ كيف ستبدو حالتك النفسية؟ نتحدث في هذه الفقرة عن التأثير النفسي للعمل خارج ساعات الدوام. ضيفي وضيفكم هو الأستاذ سلطان الجويسر الأخصائي النفسي، حياك الله مع الأستاذ سلطان، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا اليوم. الله يحييك ويبقيك ويطول عمرك. موضوع الاحتراق الوظيفي، التأثير النفسي، الاضطرابات المصاحبة لضغط العمل، موضوع حقيقة طرحناه كثير على هذه الطاولة. لكن لو بالبداية قبل ما أدخل بتفاصيل وأتكلم عن يمكن الانعكاسات النفسية على الأشخاص، أبي بشكل عام أنت كيف تقرأ اليوم طبيعة علاقتنا مع العمل كأشخاص؟ طيب، أول شيء طبعا أشكركم على هالاستضافة الجميلة، لأن صراحة هذه يعني من المواضيع اللي يمكن اليوم صارت يعني رائدة بالنسبة لنا في العيادة. اليوم ما يمر علينا يعني بالأسبوع مرة إلى مرتين إلا ما نجد شخص موجود عندنا في العيادة يشتكي وبشكل رئيسي عن مشكلة في العمل أحدثت خللا في صحته النفسية. يعني أصبح هذا شيء شائع نواجهه. باعتقادي أن الموظف يتفق مع العمل على مهام معينة تطلب منه على أنه ينجزها. هذه المهام عادة تطلب جهد، الجهد اللي يبذل بغض النظر عن هل أنت سعيد في هذا الجهد أو لا، لأن في بعض الموظفين يقولك والله أنا سعيد بعد ساعة العمل أني أبذل هالجهد وبالعكس أجد نفسي أصلا في العمل، وفي الآخر اللي هو المتذمر ولكن ينجز هذا العمل. هذا الجهد يقود الموظف عادة إلى إجهاد. الإجهاد يعني بصورة أخرى هو 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 مرحلة من التعب يصل لها الموظف، يقوده إلى خلل في صحته النفسية، بمعنى أنه قد يؤثر على ذهنه، قد يؤثر على جسده. تشوف مثلا الناس دائما تشتكي من مشاكل في العضلات، مشاكل في الرقبة، يطلع من الدوام قدام بالضبط والزحمة قدامه يعني ترهقه أكثر ما وأكثر من وين يلقاها. بالضبط، فهذا الإجهاد هو المشكلة اللي يتسبب لنا الخلل في الصحة النفسية. نسمع عن مثلا الاحتراق الوظيفي زي ما ذكرت، الاحتراق الوظيفي هو جزء من الإجهاد اللي يصاب فيه الموظف. أصبحت اليوم الناس يعني تبذل جهد مبالغ فيه يقوده على طول الإجهاد، بمعنى أنه يحترق وظيفيا، يعني يتعرض لضغوطات بسبب هذا العمل بشكل متواصل. نجده تنتهي ساعة العمل وما زال متصل في العمل بشكل رهيب. اليوم حتى بعضهم نشوفهم في الإجازة، ما هو في باقي يومه، في الإجازة يعني ملتصق في العمل بشكل مرهق. هنا يمكن بتوقف معك، لأنه في بعض يعني من ناقشناه يمكن على هذه الطاولة يقول لك يا أخي أنا مسؤول، أنا مسؤول عن عمل وعندي مسؤولية، أنا أحس بمسؤولية عالية تجاه هالعمل، فعادي لو خذيت الاتصال بالإجازة وقضيت هالشغل، عادي لو أرسلت لي إيميل. وراكم تكبرون المواضيع، يعني الموضوع ترى بسيط وسلس، وأنا ما يرهقني، ليش أنتم حاسبين أنه يرهقني؟ هذا اللي يعتقد أنه هو ما يرهقه، وهذا هو الشكل اللي كنت أقصده، أن في ناس تلقاه سعيد في العمل ويعتقد أن السعادة هذه ممكن تخليه يستمر في العطاء، وهذا المفهوم الغلط في القصة. أنت تشوفها شيء مو بصحيح، مستحيل يحدث أصلا، بمعنى أنه لو بذلت سنة سنتين خمسة عشرة إلا ما يجي اليوم اللي تصاب فيه بالإجهاد بسبب هذا العمل. إجهاد نفسي ولا بدني؟ البدني يقود للنفسي، بمعنى أن قد نجد يعني جهد بدني يبذل بشكل متواصل بدون عملية ما يطلق عليها بالتعافي أو الاستشفاء، وممكن أن لا يصاب بمشكلة بضغوطات نفسية باحتراق وظيفي تقود أيضا إلى مشاكل جسدية مثل آلام المفاصل، أحيانا آلام في العضلات، أحيانا في الرقبة، أحيانا في أسفل الظهر، هذه كلها أحيانا قد تنعكس بسبب الصحة النفسية. يقال في بيئات العمل أنه من يجلس بجانبك اليوم أو من تجلس بجانبه يأخذ من سماتك وتأخذ من سماته، وتطبع بمعناها بلغة حنا تطبع بطباعة. فهل صحيح اليوم أنك أنت إذا كنت في بيئة يعني فيها ضغط
ضغط كبير والجميع فيها يعني ستريس وشادين، ينتقل لك هالشيء وانت ما تحس بنفسك؟ بكل تأكيد أي البيئة يعني عواملها عادة لها تأثير كبير جدا نفسيا على الشخص. بمعنى أن اليوم ممكن نجد شخص يحترم وقته الخاص بعد العمل، يندمج مع عمل جديد يكتشف أن هذا العمل لا والله ما عندهم وقت شخصي، عندهم وقت دائما للعمل فقط. بمعنى أن حتى بعد ساعة العمل يحس أنه هو الغلط بالضبط، فيبدأ يشعر أن أنا ما أقدر أصلا حتى أطالب. أحيانا حقوق له أنه يطالب بساعات شخصية وبوقت خاص، فبعض الأحيان يوصل إلى مرحلة أنه ما يقدر أصلا حتى يطالب بهذه الحقوق، فبالتالي تسبب له مشكلة. وهذا يمكن أكبر خلل بالنسبة لنا. إحنا عادة نشوف أن أي عمل ممكن يسبب لك ضغوطات في ساعات العمل، طيب بعد ساعات العمل وش قاعد يصير؟ هذه نقطة في كثير من الناس يعني ما تشوفها من 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 تأثير الصحة النفسية اللي قد يحدث، كيف ينتبه لصحته النفسية. إحنا دائما نطالب كمعالجين نفسيين وأخصائيين نفسيين بأنه يكون في محاولة للتعافي، محاولة للاستشفاء، انفصل عن العمل. عملك انتهى، انتهت ساعاته، انفصل بمعنى انفصل حقيقة يعني. والانفصال عادة أو الاستشفاء هذا اللي إحنا نطالب فيه كل جزئين، في جزء استرخاء يميل للاسترخاء والهدوء والسكينة، وجزء يميل إلى أن احنا نطالبك خلينا نقول بالنوم بساعات كفاية حتى تعطي في اليوم التالي بشكل جيد. وفي الجزء الآخر اللي هو ممارسة أنشطة يعني ارتباطات اجتماعية قد تساعدك في العطاء والانفصال عن العمل، مثلا رياضة ممكن تمارسها بشكل يومي، قد تكون أيضا أنشطة مع الأسرة، قد تكون أنشطة لنوع من الهوايات الشخصية اللي تمارسها. هذه كلها أشياء تساعد. حتى لما بعض الناس يعني في الحديث أثناء يومه بعيدا عن العمل وهو ما هو في مكان العمل يتحدث عن العمل، اللي يجيب طاري الدوام ويجيب طاري العمل، وهذه مشكلة يعني. أعتقد العلاقة بينك وبين عائلتك أو أسرتك الصغيرة إذا أنت متزوج، أو أسرتك الكبيرة إذا أنت عندك أخوات وأخوان وأب وأم، تتأثر بالعمل خارج ساعات العمل؟ يعني هل هناك اضطرابات نفسية يمكن أن تفصل علاقاتك مع محيطك؟ بكل تأكيد، هو الأسرة في النهاية جزء من كيانك، فبالتالي وهي جزء من مسؤولياتك، فبالتالي لما يكون عملك قاعد يأخذ وقت هذه الأسرة إلا ما ينتج مشكلة. أحيانا الواحد يندفع بالعمل إلى ما أن يتخلى عن مسؤوليات كثيرة في الأسرة، فيسبب له مشاكل، يسبب له أحيانا حتى على مستوى الشخصي، بمعنى أن نلاحظ انفعالات، حالات من الغضب تقود هذا الشخص يحصل مشاكل مع الأسرة، بينما هو بطبيعته شخص هادئ، لكن العمل قاد إلى أن لا يستطيع السيطرة على مشاعره، فبالتالي أثرت على أسرته. وهذا يصير للأسف بشكل كبير. الوركهوليك أو المدمني العمل، وهذا مصطلح يعني بدأ يسود الآن. صحيح. في ناس يعني أنا أعرف شخص أو شخصين تقريبا يقعد للساعة 10-11 بالليل بالمكتب ويحس بمتعة، يعني تجي طول اليوم مبتسم وطاقته عالية وسعيد وعلاقاته الاجتماعية ممتازة. كيف هؤلاء يعني قادرين اليوم أنهم يؤدون أعمالهم ويحتفظون بنفس الطاقة وبنفس الروح هذه ونفسية حلوة؟ يعني بالمقابل في أشخاص آخرين لو ياخذ شغله البيته اكتئب على طول. هذه شوف، يمكن يكون هذا الشخص جيد في الاستشفاء اللي هو قاعدين نتحدث عنه اللي هو التعافي، بمعنى انه والله عنده قدره جيده فانه يمارس. وش التعافي؟ التعافي اللي هو يعني انت لما تبذل مجهود عاده تحتاج الى انك يعني خلينا نشبهها مثلا في النادي مثلا، انت تروح تبذل مجهود. ليش دائما يقول لك خذ والله يوم اوف؟ ليش دائما يقول لك مثلا تغذى التغذيه الفلانيه، نم النوم الفلاني، اقرأ وطور نفسك في الجانب الفلاني؟ هذه الفكرة كلها ريكفري. الريكفري هذا هو اللي يساعدك عادة في أنك تعطي أكثر في اليوم التالي. العمل أنك تعطي فيه أكثر، وهذول يمكن جزء من نجاحهم هذه القصة، أنه ينام ساعات جيدة، يمارس هواياته بشكل مستمر، ما هو بشرط بشكل يومي، قد يكون أسبوعي، الويكند بالنسبة له يقضيه كافي بالنسبة له أنه يقضي هواياته، يلتقي اجتماعيا، يؤدي مهامه بشكل أو بآخر، ينفصل حتى عن العمل، فتلقاه فعلا والله 10 سنين 15 سنة في العمل على أكمل وجه
وجهه ويجلس الساعات اللي ذكرتها، فيكون السر بالنسبة له عادة هو القدرة على أنه يساعد نفسه على الاستشفاء هذا أو ما يطرق عليه بالريكفري. هل يمكن أستاذ سلطان اليوم أن يعني يقال أنه المران أو التدريب دائما ما يفاجئ الإنسان بقدراته ومواهبه، أنك تتمرن على شيء لمحاولة تعلمه ولمحاولة إتقانه، هذا على مستوى الحرف، على مستوى المهارات، على مستوى، فهل الشخص يستطيع أن يدرب ويطوع نفسه وذاته اليوم يدربها أنها يعني خلينا نقول تتأقلم مع ظرف معين أو حالة معينة؟ هل هذا ممكن في العمل؟ أي. شوف عادة مو بالعمل، أنا أقصد أنك طبيعة حياتك بشكل عام. أي. أنك ما تخلي نفسك متأثرة أو أنها دائما مكتئبة أو زعلان أو أكيد بس أكيد هذه ما نطلق عليه إحنا المرونة النفسية، بمعنى أن الشخص عنده قدرة ذاتية بأن يحمي صحته النفسية بأشكال كثيرة، فالمرونة عادة هي أنه يستطيع هذا الشخص إذن ممكن. أن يكون بكل تأكيد أن إذا امتلك هذه المهارات، هي مهارات تبنى طبعا زي ما ذكرت، مهارات تبنى مع الوقت مع الأحداث، فيحمي نفسه عن طريق أن مهارات معينة لصحته النفسية فتحقق له المرونة. المرونة اللي هي في حال أن حدث أمر سيء يستطيع أن يتفاعل معه بحجمه الطبيعي، بوقته الطبيعي، بردة فعله الطبيعية مهما كان سيء، وفي حال حدوث أمر جيد أيضا يستطيع أن يحافظ على هذا الجيد ويكبره وينميه أكثر ويتفاعل معه بشكل أكبر. جيد. في كثير من الدراسات تتحدث عن أنه ضغط العمل أو الوصول إلى مرحلة ما بعد الاحتراق الوظيفي هي مرحلة خطرة جدا على الجانب الجسدي وعلى الجانب النفسي، إلى وين ممكن توصل الخطورة هذه؟ طيب عادة الجانب اللي أنا دائما أوصف فيه أن أحيانا في ناس يجد أنه والله يقول أنا ترى أقدر أعطي، هو الأصل عطائك هذا لا يعني الاستمرارية، طاقتك في يوم راح يجي وتنفذ، الطاقة هذه لما تنفذ قد تؤدي إلى المشاكل في الصحة النفسية. وين توديك؟ ممكن توديك للإصابة بالاكتئاب، ممكن توديك بالإصابة بالقلق، ممكن توديك بما يطلق عليه باضطراب للتكيف أو التأقلم، قد يكبر هذا إلى شيء أبعد من ذلك لا سمح الله في الصحة النفسية، ويصير الإنسان في حالة متدهورة جسديا وينعكس حتى على الجسد ويبدأ يصاب بمشاكل جسدية والأصل فيها خللا في صحته النفسية. فعدم يعني تعافيك وقدرتك لتعاطيك مع العمل بشكل جيد حتما سيؤدي إلى اضطرابات نفسية أحيانا حتى بعيدا عن تصورنا. ممكن تصل حد الإيذاء؟ ممكن تصل إلى حد الإيذاء، لأن أحيانا عادة ممكن تصل إلى يعني مراحل من الغضب، مراحل من المشاعر الغير جيدة اللي تؤدي الإنسان إلى أنه قد يؤذي نفسه وقد يؤذي الآخرين. قلت قبل شوي أنه يعني مر عليك بالعيادة يمكن حالات كثيرة تعاني من إجهاد نفسي بعد العمل أو بسبب العمل، وش أغرب الحالات اللي مرت عليك؟ والله الحالات كثيرة يعني بكل أشكالها، لكنها كلها تتمحور حول فكرة أنه عملية يتطلب مني ساعات وجهد أكثر من اللي احنا اتفقنا عليه. وش المشكلة هنا تصير؟ عادة طبيعة البيئة تكون تقود إلى أنه والله احنا متعودين على أن نجي الساعة 8-9 الصباح، ترى ما نطلع إلا بعد 12 ساعة 13 ساعة 14 ساعة. في بيئات بهذا الشكل للأسف، وفي بيئات لا، بعض المدراء يتطلب ويرى أن الموظف الجيد هو من يعطي ساعات أكثر وجهدا أكثر، وهذه دائما مشكلتها تنعكس بعدين. وكثير للأسف من القطاعات لا يدرك أن غياب الموظف، تأخير الموظف، المشاكل اللي تحدث مع الموظف هذه راح تعود بمشاكل اقتصادية، راح تعود بمشاكل على العمل نفسه. فلذلك الاعتناء بالموظف وصحته النفسية أمر مهم جدا جدا حتى يكمل دائرة هذا الإنتاج في هذا العمل. واجهت حالات يعني متأزمة؟
والله في حالات تصل الى 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 ترك العمل كليا، في حالات تصل الى ترك العمل ثم بعد ذلك يصاب بالاكتئاب، ثم بعد ذلك قد تأتي أفكار غير جيدة وعدم رغبة في الحياة وضعف شغف، ويرى حتى أنه يعني لربما هو غير مهم إطلاقا في هذه الحياة، وكلها تعود إلى مشاكل، إلى أن ستريس أو ضغط متواصل من هذا العمل ما كان فيه اتزان ولا كان فيه انتباه للصحة النفسية إطلاقا. الاستشفاء أو التعافي من مثل هذه الحالات أو الاضطرابات اللي ممكن يمر بها الشخص نتيجة الضغط أو أخذ عمله معه إلى المنزل، كم تأخذ تقريبا كوقت؟ ما في وقت ثابت احنا نستطيع التنبؤ فيه، لكن احنا نستطيع ان نتنبأ بجهدك، الجهد اللي انت تبذله لمحاوله هذا الاستشفاء بقدره سيكون الوقت اسرع. كل ما كان اهتمامك بمحاوله التعافي والتشافي بشكل اكبر بيكون السرعه بكل تاكيد والنتيجه تظهر بشكل افضل واسرع. هل دائما في الحالات الحرجه او الحالات اللي تصل الى مرحله حرجه خلينا نسميها، الحل دائما بالذهاب إلى الأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي، أيهم يروح له؟ والله شوف على حسب الحالة، يعني الطبيب النفسي في النهاية أنا أسأل هنا عن العلاج بالعقاقير أو العلاج السلوكي المعرفي؟ حسب تقييم الطبيب، في طبيب راح يرى أنه لا والله أنت بحاجة التدخل الدوائي، وفي طبيب بيوجه أنه لا والله أنت ما أنت بحاجة التدخل الدوائي، يجب أنك تنتقل للعلاج النفسي قد يكون هو أفضل بالنسبة لك. فكل الخيرين قد يكون متاحين للشخص من سوء الحالة من شدتها، هذه كلها تفاصيل يمكن تبين أكثر بالنسبة للطبيب أو للأخصائي النفسي وش الأفضل وش الأنسب لهذه الحالة. العوامل اللي قادت جزء كبير من هؤلاء اليوم إلى أخذ قرار معين نتيجة خلينا نسميها عدم ارتياح في بيئة عمل معينة أو مدير سيء، أنتم تنصحونهم عادة بماذا؟ والله شوف الأصل دائما أنا بالنسبة لي أحب دائما أفضل أنه أسأل عن البريك أو الإجازة، هل أخذت قريبا إجازة جيدة بالنسبة لك؟ هل أخذت إجازة تفصل فصل تام وحقيقي عن العمل أم لا؟ هذا ربما يعني يرجع الموظف أو يعيد الموظف إلى عطاء جيد، فتأخذ لك بريك كذا جيد، أوف عن العمل، تبتعد عنه بشكل مناسب. والله عادة معظمهم تلقى عندها أرصدة وبالفعل يعني رصيد كافي أنه يأخذ الإجازة اللي تساعده أصلاً أنه يعود. فهذه ربما انطلاقة عادة نفضلها أو أحبها، أنه تساعد الموظف، ودائماً نطلب منهم الانعزال التام الحقيقي. في بعضهم يقول لك والله أنا أخذ إجازات، أنا بالشهر يعني أو عفواً بالسنة أخذ شهر كامل. بس وين تأخذ وكيف تأخذ؟ اي بالضبط. فتلقاه والله الجوال 24 ساعة شغال معه جروبات العمل، ويرد وياخذ ويعطي، مكالمات يستقبلها، فما اصبحت اجازة هذه يعني. وش المفروض يسوي طيب اجازته؟ يعني ابشق اقفل جوالي؟ لا طبعا احنا نطلب الانعزال، محاولة الانعزال. طبعا وش مفهوم الانعزال بالنسبة لكم كأخصائيين نفسيين؟ الانعزال البعد التام. البعد التام وش شكله؟ البعد التام عن العمل، بمعنى انه في اشياء ضرورية تستطيع انك تتفق مع مديرك قبل بدء الإجازة بأنها لو صارت لا سمح الله كيف أنا أقدر تتفادوني أن التواصل معي يكون لي مثلا حاجة فعلا ضرورية، أنا راح أستقبل بكل تأكيد المكالمة. إحنا ما نقول في النهاية يعني لا تتجاوب مع عملك إطلاقا، لا تجاوب، لكن إذا فعلا الحالة استدعت تدخلك أو حاجتك في هذا العمل. من أكثر مرونة نفسية اليوم تشوفها أستاذ سلطان الفئة العمرية بين 20 و30 ولا الفئة العمرية بين 30 و40؟ والله أعتقد 30 و40 يعني اليوم. ليه عندهم المرونة النفسية أكثر؟ والله شوف طبيعة حتى يمكن طبيعة العمل اختلفت، يعني في السابق تجد شخص طبيعي تسمع أن هذا الشخص 25 سنة 30 سنة في نفس المكان في نفس المهنة في نفس المكتب. اليوم لا، اليوم نلقى واحد لربما في نفس السنة غير وظيفته مرتين إلى ثلاثة. هذا يعطينا انطباعات معينة عن الفئة العمرية العشرينية أنها أصبحت أو يعني رغبة التطوير موجودة بكل تأكيد، رغبة رفع المستوى المعيشي بكل تأكيد موجود، لكن هذا يعطينا دلالات ثانية على عدم القدرة على الاستقرار، على عدم القدرة على يعني مواجهة عمل واحد، على مواجهة مشكلة معينة واحدة. فبالتالي
يعني أصبح في صعوبة في تكوين المرونة النفسية بالنسبة لهم، وضغوطات الحياة اختلفت، اللي يعني اليوم على قولتك يعني مثلا بعد العمل يطلع يمسك الزحمة اللي أصلا هذا ضغط ثاني، فبعكس مثلا في السابق يمكن الزحمة كانت أخف بكثير من اليوم، فهذا أيضا يعني أعتقد أن جودة حياة أصبحت. ومن أمهر حياتيا؟ والله يعني أنا ما أقدر أتنبأ فعليا بالفئة العمرية من أكثر، أتكلم من حالات، بس اللي أنا أشوفه في العيادة بالنسبة لي عندي أشوف أن عادة الثلاثينين والأربعينين هم أقرب للمرونة النفسية بحماية نفسهم، بمعنى حدوث أمر غير جيد يستطيع التعامل معه إلى حد ما ومواكبته. اليوم نشوف الفئة العمرية الأصغر أكثر تأثرا، أكثر اهتزازا، سهولة إن صحت العبارة، شوي أنا أكره هذا المصطلح لكنه حقيقة موجود، اللي هو الهشاشة النفسية. يعني أصبحوا هشين جدا، أي حدث أحيانا يكون صغير جدا يسبب بالنسبة لهم خبرة غير جيدة تؤثر على صحتهم النفسية، فأصبحت مرونتهم أضعف وأقل بكثير من الفئات العمرية الثانية. وبين الرجال والنساء عادة نشوف احنا هذه احنا نتكلم بزاوية موضوعنا. شوف بزاوية موضوعنا اعتقد انه يعني ما في ذيك الدراسات اللي تشير الى انه هل الانثى اكثر ام الذكر انثى، لكن لو رجعنا الاوسع شوي في الاضطرابات النفسية عادة بنلقى انه الانثى هي الاكثر ارقاما عادة في الاكتئاب في القلق من الذكور. طبعا هذا الاكثر لا يعني انه والله في تفارق كبير، لا، هنا في كثير وهنا في كثير، لكن النسبة عادة تجدها لدى الانثى اكثر، فهذا يمكن يعطينا نتصور لو رحنا أقرب لنطاق العمل والتأثر اللي يحدث من العمل على الصحة النفسية ممكن يعطينا تنبؤات أنه قد تكون فعلا الجنس الآخر أو الأنثى تعرض للصحة النفسية بشكل أكبر. في ثلاث نقاط لو كان في رسائل اليوم توجهها لمن يستمع إلينا ومشاهدنا عن كيفية تعاملهم مع الضغوط خارج العمل أثرها النفسي، وش الرسائل الثلاثة اللي بتقولها؟ والله يعني الإنسان عادة طاقة، والطاقة هذه تنفذ مهما كنت سعيد في أداء عملك، فحاول أنك تنتبه لهذه الطاقة إذا قاربت على الانتهاء، أنك تعتني بصحتك النفسية بشكل جيد. أولاً العناية الصحية. نعم، الاعتناء بالصحة النفسية، والاعتناء بالصحة النفسية يكون لها أشكال كثيرة، منها والله تأخذ قسط راحة من النوم جيد، تعتني بهواياتك بشكل جيد، تعتني بعلاقاتك الاجتماعية اللي تساعدك أنك تروح للقدام بشكل أفضل. يعني أنك تنتبه لها أعتقد أن هذا أمر مهم جدا، لأنك للأسف كثير من الناس أصلا ما عنده الوعي أنه ينتبه لصحته النفسية وطاقته، هل قاربت على النفاذ ولا لا من العمل هذا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سلطان الجويسر، أخصائي النفسي متحدثا عن التأثير النفسي للعمل خارج ساعات الدوام. شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل للعودة.